ايه وشو بدك تعمل؟ بدي امر من جنابكم اقلب السوق فوقاني تحتاني. عامر بي امرك جناب الوالي. إلك كامل الصلاحية بالكشف عن كل شيء بالسوق لبين ما يصل التيفي الجديد. مين هو جناب الوالي؟ قصدي وكيل التيخي الجديد. وراح تستغربوا مين هو. مين؟ عزمي بيك. عزمي بيك؟ ايه نعم عزمي بيك. صدر امر تعيينه من الصدر الاعظم بتزكية من شاهر باشا. انت ما قتلتش عزمي؟ عيبك حازم، بس انا شو بعرف مين هو بسبع ارواح. بعدين لا تنسى انا وانت بالهوى سوا. شو انا اقل منك؟ روبا نحزتنا بالحياة. انت هيك مفكر؟ نحن عملنا اللي انطلب منا وبس. بعدين عزمي ما راح يعرف يشتغل شي من دوننا. انت مجنون؟ انت نسيت مين عزمي؟ لا ما نسيت، بس نحن كمان ولاد الحكم دارية. شو بك لك حازم؟ شو بك خريطت هيك فجأة؟ يا ترى عامل فينا يا عزمي؟ ولا شيء. بكرة بتشوف. لسه زعلانة على ناهد؟ ليش حبيبتي؟ ناهد ما بتستاهل الواحد يزعل عليها؟ مالك يا أختي بتكلميني من مناخيرك كده ليه؟ كلنا زعلانين عليها، بس ما تسوقيش فيها أحسن لك. تنبهي بالعزة أنتي والخان تبعي. مالك يا بنت أنتي اتجننتي ولا إيه؟ هتقلي أدبك عليا؟ اتلمي أحسن لك ها؟ حاجة طولي لسانك. شوفي حنة أنا ما عاد فارق معي ها؟ شو بدك تعملي اعملي؟ وعزة جلال الله يا شمس، لقتلك وموتك ومحيكي على وش الأرض وادفنك هنا في قلب الأوضة دي. كتير خوفتيني، انقلعي لبرا، أصلاً أنا ما عاد بدي أشتغل كده؟ ماشي يا شمس،